في الحديث عن دول، طالما تحدث عن دول تريد الانتقال الديمقراطي وربما دول لا تريد، الرئيس منصف المرزوقي استقبل في خلال الساعات الماضية السفير الأمريكي، وأيضا السفير الأمريكي زار رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي. هل أمريكا تلعب دورا إيجابيا الآن في تونس؟ تقديري الخاص أن الولايات المتحدة تلعب دورا إيجابيا في تونس. أنا كنت حاضرا مع في لقاء الرئيس مع السفير الأمريكي، وكنت حاضرا في لقائه مع السفير الألماني، وكان الموقف خاصة بالنسبة للموقف الأمريكي والموقف الفرنسي هناك اتفاق على ضرورة إنجاح النموذج التونسي، لأن البديل وهذه دول كبرى وهذه دول تنظر للوضع التونسي في إطار عالمي، البديل هو الفوضى. ماذا يريد السفير الأمريكي؟ ماذا قال له؟ يعني بالنسبة للسفير الأمريكي أكد التزام الولايات المتحدة بالمساندة، مساندة تجربة الانتقال ومساندة تجربة التعايش في الحكم، عن طريق عدم التأثير السلبي أو عدم التدخل في الطرف من الأطراف، واحترامها لالتزام المؤسسات الموجودة بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية، وهذا هذا هذا الذي سيبني الاحترام الدستور لاحقا. صدقا لم أفهم ماذا يريد الأمريكي بالضبط. يعني هو جاء في زيارة مساندة للانتقال، و يعني كان تصريح واضح أنه يتفهمون الصعوبات الحالية ويعتبرونها صعوبات طبيعية، ولكن الأساس هو إنجاح تجربة التعايش الحالية في الحكم وإنجاح الانتقال بما يضمن تركيز النظام الديمقراطي في المستقبل. يعني أنا لاحظت أنه بعد هذه الزيارات خفت أو هدأت لهجة الهجوم على حكومة السيد الجبالي، وكأنه هناك رغبة دولية أمريكية فرنسية بالإبقاء على هذه الحكومة وتطعيمها ببعض التكنوقراط أو ذوي الكفاءات كما يريد السيد الجبالي دون أن تهتز. نعم، أعتقد أنه هذا يمكن تقييم، ولو بالنسبة للموقف الفرنسي فيه أحيانا عدم وضوح، ولكن أعتقد أنه بالنسبة للموقف الأمريكي هو هذا، هو ربما تشجيع مبادرة السيد الجبالي، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك دون موافقة القوى السياسية الرئيسية والممثلة بكثافة في المجلس الوطني التأسيسي، لأنه هذا سيؤدي إلى اهتزاز العلاقة بين الشرعية الدستورية، الشرعية الانتخابية وشرعية الحكم. لدينا انطباع سيد عدنان وكأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد الضغط حاليا على حركة النهضة إذا صح التعبير، على التيار الإسلامي، هي وفرنسا أيضا، لأنه في تصريحات فرنسية علنية في هذا الاتجاه. هذا هو الفارق، يعني هناك فارق بين الموقف الأمريكي والموقف الفرنسي. الموقف الأمريكي أعتقد تقديري الخاص أنه موقف أوضح بكثير من الموقف الفرنسي. الأمريكان بمعنى يعني الأمريكان يعتقدون أنه من غير الممكن الإلقاء بالإسلاميين مجددا إلى الشارع، لأن هذا سيؤدي إلى إخراج الإسلاميين من المشهد الرسمي، ويؤدي إلى اقتراب الإسلاميين يعني المعتدلين حركة النهضة أساسا من أكثر فأكثر من اليمين، أي من التيار السلفي، وربما حتى يحدث هذا الانصهار بين النهضة ويمينها، التحرير والتيار السلفي والتيار السلفي الجهادي، وهذا يؤدي إلى انهيار كل النموذج وانهيار كل التجربة، مع انعكاسات ذلك على بقية بلدان الثورات العربية في ليبيا، في اليمن، في الكثير من البلدان. فأهمية هذا الأمريكي هذا الفرنسي الأمريكي. الموقف الفرنسي في حقيقة لا يمكن نزع الموقف الفرنسي عن إطاره التاريخي، وهو أنه في الساحة السياسية الفرنسية المواقف ليست سياسية فقط، هي المواقف هي ثقافية أيضا. فنحن انزعجنا جدا من تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، أولا لأنه لا صفة له رسمية للحديث عن تونس، ليست مقاطعة فرنسية حتى يتحدث عنها السيد وزير الداخلية الفرنسي، هذا أولا. ثانيا الموقف الرسمي، موقف الرئيس الفرنسي وموقف وزير الخارجية الفرنسي، هو موقف معتدل وواضح، وهناك اتصالات متواصلة بين الرئيس مرزوقي والرئيس أولاند في هذا الإطار، وهناك إعجاب بالتجربة التونسية. لكن التخوف من أن يصبح الموقف السياسي الفرنسي في مرحلة من المراحل متأثر بالموقف الثقافي والموقف التاريخي، وإعادة إحياء علاقة التبعية وعلاقة الاستعمار القديمة. بعض رجال السياسة الفرنسيون لا يفهمون شيئا هاما جدا. هل تريد فرنسا إبعاد الإسلاميين المعتدلين عن السلطة؟ يعني واصل فقط في هذه الفكرة فقط. يعني بعض الأوساط السياسية الفرنسية لازلت لم تفهم أن تونس استقلت، وأن استقلال القرار السياسي التونسي زاد ترسخا بالثورة. هذا أمر يجب أن يكون نهائيا، وأعتقد أن التصويب وزير الخارجية
كان في محله، وكانت هناك إدانة حتى لدى بعض الأوساط الفرنسية لتصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي عبرنا عن انزعاجنا منها واستنكارنا لها. لكن بالنسبة يعني هل تريد فرنسا إبعاد تيار الإخواني، ليس الإخواني ولكن حركة النهضة تحديدا؟ بعض الأوساط السياسية الفرنسية ربما لا ترى مانعا من ذلك، وموقفها أساسا ثقافي وليس سياسي، ولكن الموقف السياسي يصطبغ بالصبغة الثقافية. هذا هو المشكل. المشكل أنه فرنسا تعتقد أنه نموذجها الثقافي مهدد بالثورة التونسية، في حين أن الثورة التونسية قامت على تنوع، وأنه النموذج الثقافي لا يمكن أن يحميه فقط النموذج السياسي. والنموذج الثقافي في تونس ليس النموذج الفرنكوفوني فقط، هناك تطور، هناك استعمال مكثف للغة الإنجليزية في تونس، وهذا بطبيعة الحال ناتج على التغيرات في العالم. لكن تعتبر أنه مهدد بسبب وجود الإسلاميين؟ بعض الأوساط السياسية الفرنسية وخاصة بعض الأوساط الرسمية تعتبر أنه فعلا هناك خطر على النموذج الثقافي التونسي واقترابه من الفرنكوفونية بوجود الإسلاميين في السلطة. اعتقادنا أنه النموذج التونسي، ولا أريد أن أسميه فرنكوفوني، النموذج التونسي المتعدد المتنوع مهدد بضيق مجال الاعتدال في تونس. وعندما تلقي بالإسلاميين المعتدلين خارج حقل السلطة بعد أن وصلوها بالانتخابات، أنت تجبرهم على الانعزال وتجبرهم على الاقتراب من اليمين الديني المتشدد مع ما يعني ذلك من خطر على الاستقرار.